الفوج الثاني من حجاجنا الميامين يصل إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج بالديار المقدسة، وفي استقباله بمطار نواكشوط الدولي التونسي وفد رفيع المستوى من وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي برئاسة الأمين العام للوزارة بيت الله الأحمد الأسود، عودة حملت مشاعر مختلطة مفادها أن الحج هذا العام مختلف شكلا ومضمونا. الساعة اللي قادنا المطار من هون ما شاء الله لحقنا كل شيء ما شاء الله تمام، النظام زين وجميع الوسائل متاحة، ما فيها البسات وما فيها الماكول وما فيها الوتلات وما فيها هذا في المدينة المنورة، والنظام ما شاء الله زين همينا وعرفة وجميع ما شاء الله المحطات اللي يخون عليهم كاملين، فتبارك الله ما شاء الله نظامهم زين. بالنسبة لنا احنا هذا بعد أول سنة نحجوا فيها وحامدين المولانا اللي وصلنا هذه البلاد وحجنا، وهذا فضله يرجع للسيد الرئيس يجازي عنا بالخير ان شاء الله ويدير ذاك الميزان حسناته، واللجنه اللي كانت شارفة على ما بخلت شيء ما بخلوا شيء سوى شنو اللي قد يعدلوا عدلوه، ما فهم شيء ما شاء الله فيه نقص ولا فيه شيء، تبارك الله لا يجازيهم عنا بالخير. ضم الفوج الثاني قرابة 500 حاج تغمرهم سعادة العودة بغنيمة الحج، أخذوا أماكنهم في الطوابير تحسبا للإجراءات العودة، إجراءات يشرف عليها طاقم متمرس هدفه تقريب الخدمة من الحجاج كما فعل بهم بالأراضي المقدسة، فعادوا راضين مطمئنين. هذا اللي رأينا من التسهيلات في هذه الحجة ما رأيناه في ذوك الحجات السابقين، كل شيء كان الناقل موفر والاكل موفر والشرب موفر، واذا طلعنا للحاجه مولي واكبتنا البعثه واي اشكال طرحناه تنحل لنا مشكلته. ما علمك مولانا عنا فتبارك الله، بسم الله الرحمن الرحيم قط جبرنا حج اشبه من الحج، هذا الحق ماني صفاقه ولا نكذب ولا نشكر ولا نعيب، قال هذا ولا هو الحقيقه، لوكيل فاول وفروي فاول والما فاول سمعتني، والصحه فاوله والاخلاق الزينين فاضلين. وقد أجمع الحجاج على أن الحج هذا العام مختلف عن الرحلات السابقة في التنظيم، وقد وصل الفوج الأول من الحجاج إلى أرض الوطن في انتظار وصول الفوج الثالث والأخير في الساعات القادمة.